يقول أخي مدين لي ب10,000 وقد حال عليها الحول، فهل يخرج هو الزكاة عنها أم يجب أن أخرجها أنا مع أني لا أملك مالا كافيا؟ إذا كان أخوك مدينا لك ب10,000 وحال عليها الحول، إن كان يريد أن يسدد وأنت تقول له بعدين نعم عليك الزكاة لأن المال كأنه عندك، وإن كان لا يملك أن يسدد أو هو مماطل أو كذا عليه هو الزكاة. إذا كان مماطل عليه هو الزكاة، أما إذا كان ما عنده ولا أنت عندك ما فيها شيء.